الصراحة أنا حدا بحب الطبيعة، بحب الروقان، بحب القراية، بحب الهدوء، فسيشل كانت المكان المناسب لإلي لحتى عيش هاي التفاصيل اللي أنا بحبها. كنت عم بعمل إعلان لأحد المنتجعات الراقية هونيك، وكنت طالعة مع أخواتي، انبسطت كثير أنا وأخواتي بالأجواء. الرياضة جزء لا يتجزأ من حياتي، أنا من زمان دايماً كل فترة وفترة بشارك المتابعين بصور سواء أنا من الجيم أو عم بلعب يوغا، لأنه هي جزء من حياتي. هيك الواحد إذا بده يصغر عقله ويلحق كل شغلة سلبية بيفقد طاقته، بالعكس أنا حسابي إذا بتفوتي لعندي بتلاقي في نشر وعي، في إيجابية، في محبة، في نشر معلومات صحية، نشر معلومات عن الطاقة. مثل ما الحزن معدي كمان السعادة معدية والإيجابية معدية، فخلينا كلياتنا ننشر الإيجابية ونعدي بعض لأنه نحن بحاجتها بهاي الأوقات. شكراً.